طموحة طرحتها فتاتان ضمن فعاليات المؤتمر السادس للشباب التي استضافته جامعة القاهرة بوضع هوية بصرية جديدة لمصر وأقاليمها، وهي الفكرة التي بدأ تطبيقها بالفعل منذ فترة. المشروع تبناه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ووجه سيادته وزير الدفاع بالبدء في تنفيذه، وعلى الفور بدأت الجامعة الألمانية بالتعاون مع عدد من الجهات الرسمية لتحقيق هذا الحلم، وكانت الأقصر محطة الانطلاق. ادينا 90 منحة تدريبية، 30 لكل سنة للقيادات العليا والمتوسطة في المحافظة. بهني المحافظة وبهني نفسنا، لأن إحنا الاستثمار بتاعنا في بلدنا ممثل في حضراتكم باين إن هو كان في محله، وإحنا شايفين مردوده العظيم. الكورنيش بتاع الاقصر اتجدد، والكل كان بيتكلم ان هو بقى حاجه تحفه، في رسومات كتيره ليها علاقه بالحضاره بتاعتنا. حتى من الاوتيل عندنا الفيو بتاعنا النيل، شفنا كتير المراكب الفلاجز بتاعتها الالوان. اللوحات الارشاديه اللي انتوا عاملينها دي لازم تبقوا انتوا عارفين ان في اجانب كتيره بتبقى جايه معهاش مرشد. بقى كل اجنبي طبعا دلوقتي اول ما بيدخل هو مش محتاج ان هو يسال او يبقى قلقان هو رايح فين وجاي منين، ده بالعكس بيتعامل زي اشاره مرور هو هيتوجه فين. These kind of benches are quite beautiful design, I would say, and solid also, which is all what is needed for this kind of things. So well, and the signage looks also quite promising, and the unification is a good thing, as a matter of fact. القياس الهوية البصرية لما يجيبوا لي كراوتات ويجيبوا لي حاجات للمخلفات ويجيبوا لي يعملوا لي طرق برضك للناس المعاقين، الناس ذو احتياجات، لما يجيبوا لي كشك احطه للراجل الحراسه او انتوا داخل المعبد، افتكر دي كلمه شكر قليل عليهم دي.